تتابعون الآن أخبار فوتبول 360. قصة اليوم: جيكس النجم الهداف لسوبر سترايكا يعود للتدريب بعد أن كان في حسناً، أنا مستعد. شاكس، سررت برؤيتك. نحن في منتهى السعادة لعودة نجمنا الهداف، لكن الماتادور لم يرحل إلى أي مكان. شكراً لكم، لا يسعني الانتظار لتسجيل بعض الأهداف. هل تعلم من سنواجه تالياً؟ حسناً، لا تقلق من التعرض للإصابة مجدداً. أقدم لك الأداة الأكثر أماناً في كرة القدم، وسادة هوائية لساقيك. أحتاج لشخص يركلني. أنا سأفعلها يا كلاوس. أترون؟ أنا أمامكم غير مصاب أبدا. ها أنا أيها المدرب. شيكس، سنختبر استعدادك للعب قبل انضمامك للفريق. تم تفعيل اختبار جاهزية اللعب. أوثق أننا لن نصعب الأمر قليلاً عليه؟ إن لم يتحمل هذا، فلن يقدر على مواجهة أيرون تانك. نسبة جاهزية اللعب 25%. 50%. 75%. لحظة الحقيقة. شيكس، انتبه يا رجل. اختبار جاهزية اللعب. إيقاف. تستطيع اتخاذ القرار. إصابته الجسدية تعافت، لكن إصابته النفسية متبقية. أنت تمزح أيها المدرب. تتوقع مني أن أجلس وأراقب بينما نلعب ضد أيرون تانك؟ بالطبع لا، لدي مهمة خاصة لك. سوبر سترايكا، نكتب إليكم لاحتياجنا الشديد لكم، فوحدكم من سيساعدنا في افتتاح مركزنا التجاري؟ ليس بالضرورة أن يكون مركز. ملاهٍ، حدائق، دور المسنين، اختر ما تشاء. لا أريد القيام بكل هذا، أريد القضاء على أوبر. إنك لست مستعداً. اختر ما تريده واذهب لأي مكان في العالم، لكن أبعد ذهنك عن أيرون تان. أخبركما بأن لا تلعبا ألعاب الفيديو على شاشة التعقب. سيد أوبر، نعتذر لك. عودا إلى العمل أيها الكسولان. والآن ما الذي أردتني أن أراه؟ رحل فريق سوبر سترايكا إلى ملعب الحزن، لكن شيكس ذهب للصين. هذا مريب. أبقني على اطلاع على كل تحركاته. أفضل من المركز التجاري. شيكس، مرحبا بك في قصر الإمبراطوري الأصفر، موطن تاريخ كرة القدم. شكرا. عذرا، الدليل السياحي بحكم العادة. أنا شينغ، هيا دعني أريك المكان. يعرض المتحف كرة القدم على مر التاريخ، مباراة لعصابات القرن السادس عشر في إنجلترا. لا أرقام للاعبين ولا قوانين. إنفيزيبل يونايتد يلعب في القرن الخاطئ. لعبة إبسكيروز اليونانية القديمة تشبه كرة القدم الحديثة، ولكن يمكن استخدام اليد. أجل، ولم يلبسوا السراويل.
هذا كله مذهل، لكن لماذا تحتاجونني هنا؟ ستكون ضيف الشرف في افتتاح معرضنا الجديد، وسوف تقطع الشريط. هذا جزء من الاتفاق عندما تستضيفون لاعبا. إذن هل أختلس النظر؟ عذراً، لا يسمح لأحد برؤية المعرض قبل الافتتاح الكبير، لكني أستطيع القيام باستثناء لشيكس من سوبر سترايكا. وما هذا؟ اللاعب الأقدم المعروف في كرة القدم كوجو. كان على اللاعبين السيطرة على الكرة أثناء مقاومة هجوم كونغ فو جنوني، وهذا البساط الذي أمامنا يروي قصة مراهق هزم وحده فريقاً كاملاً من الجنود. جميل، إنه ممتاز. أنت لم ترى شيئاً بعد، تعال. مرحباً في حلبة تدريب قصر الإمبراطور الأصفر. كوجو لعب في الدوري الممتاز للصين القديمة، وأراد التأكيد على أن يكون فريقه هو الأفضل، لذا أقام هذا المكان. يبدو كالمدرب. أستطيع أن أريك بعض حركات كوجو إن أردت، لتستخدمها إن حاول أوبر إصابتك. شكراً، لكن المدرب أخرجني من مباراة آيرون تانك. مستحيل، يراني غير مستعد للمواجهة. حسناً، الطريقة لإثبات أنك مستعد هي تعلم حركات كوجو. عفواً، لكن إن كنت سأواجه آيرون تانك فعلي التعلم من معلم، تعلمين، بلحية وجلباب ويتحدث بالألغاز. تريد معلماً في الكوجو؟ فأنت تنظر إليها. تقرير الحالة، ثور على وشك تحطيم الرقم القياسي للنادي. ليس اللعبة بل شيكس. سيدي، شيكس تحت متحف تاريخ كرة القدم. علمت أنه يخطط لأمر ما. آيرون تانك، استعدوا للغطس. حسناً، إذن أريني بعض حركات الكوجو يا معلمتي. انظر حولك يا شيكس، كل ما تحتاج إلى تعلمه من هنا. ماذا تفعلين؟ هيا زد السرعة، إن لم تستطع تجنبي فكيف ستواجه فريقاً كاملاً؟ التدريب ألغي. ما الذي تفعله هنا؟ كنت أتساءل ذات الشيء عنك يا شيكس، لكني أرى الآن ما تخطط له. أنت تخطط لاستخدام قتال كرة القدم هذا ضدنا. أوبر أيها اللاعب المخيف، أنا حتى لن ألعب ضدكم، لقد استبعدني المدرب. أجل، بالطبع لا يمكنك الكذب على سيد استراتيجي مثلي. أعلم كل خطواتك قبل أن تقوم. أرهن أنك لم ترى هذا أيها السيد الاستراتيجي. أحضروها، سوف تعلمنا نحن الكوجو. أهلا، دعني وشأني أيها الخاطر. دعها وشأنها أو ماذا؟
أجل، هذا ما اعتقدته. المدرب محق، لست مستعداً. مراهق هزم وحده فريقاً كاملاً من الجنود. أسرع! أسرع! آيرون تانك سيحاول تحطيم إيقاعكم وكسر ثقتكم. هذا ليس الشيء الوحيد الذي سيحاولون كسره. لهذا السبب عليكم زيادة السرعة. إن لم يمسكوا بكم فلا مخالفات. لا تقلق بشأن ذلك بعد الآن، فأنا لدي اختراع أمان جديد، رشاش الانزلاق. ليركلني أحدكم. أنت مجدداً؟ علي أن أعترف لك يا كلاوس إن هذا فعال. لم أتوقع حدوث ذلك. حسناً، عودوا للتدريب. سأعود إلى لوح الرسم. أسرار كرة القدم القتالية القديمة، أو ستذهبين في سباحة طويلة وباردة. حسناً حسناً، أغلقوا عيونكم وسيكشف كل شيء. هذا أمر غير منطقي. الكوجو رياضة قديمة جداً، مغلفة بالغموض، ليس عليها أن تكون منطقية. حسناً. لماذا سأساعدك؟ حاولت أن تنهي مهنة الشيكس. أنهي مهنته؟ أرجوك، سيد مثلي لن يستخدم تقنية عنيفة كهذه. عرقلة شيكس كانت مجرد طريقة لزرع رقاقة تعقد. هكذا قد وجدوني، فهمت. وضع أوتر أداة تعقب في رجلي ثم أهلاً بكم في عرض ملحمي آخر مباشر من ملعب الحصن. صدمة لمعجبي سوبا سترايكا رغم الدلائل المبكرة على عودته من إصابته، إلا أن شيكس لم يدخل في المجموعة. يا رفاق، لا نستطيع تحمل إصابة أخرى، عليكم جميعاً الحذر هناك، ينقصنا لاعب مسبقاً. بل اثنان أيها المدرب، أين كلاوس؟ دعوني أخمن، إنه يعمل على اختراع أمان آخر. تايجر عنده حق بالطبع، أقدم لكم أحدث اختراع أمان لي، هذه خلة مدرعة. كنت تختبئ، صحيح؟ أجل، الطريقة الوحيدة لتجنب الإصابة من آيرون تانك هي تجنب اللعب ضدهم. أظن هذه اللعبة ستكون أقل احتكاكاً من اللقاء الأخير. أشك بالأمر كثيراً يا بريندا، ويبدو أن سوبر سترايك يشكون أيضاً. يبقون مسافة بينهم وبين آيرون تانك. والأمر ناجح، يملك سوبر سترايك فرصة هنا. لكن إن ما تدور سقط. إن لم يكن يحتفل فلا بد أن الأمر سيء. أجل، بدأت اللعبة بتأويلها. سوبر سترايكا ينقصهم مهاجمان الآن. كلاوس، سوف تلعب الآن. حسناً أيها المدرب. أسرع. آيرون تانك يمتلك فرصة جيدة للهجوم. حسناً، وقد تم التغيير في فريق سوبر سترايكا. أوه، تحدثت مبكراً. ويقاطعه، ولكنه قريب جداً من الحال. أو العكس. هذا فريق آيرون تانك عاد للمباراة. ومع غياب شيكس وإل ماتادور، فعلى المدرب إيجاد فكرة للفوز في هذه المباراة.
يمكنك الاستسلام الآن يا شيكس. في حال لم تلاحظي، إننا محبوسان. هيا، هذا ليس صعباً على شيكس من سوبر سترايكا، أليس كذلك؟ هنا. تدربت في معبد أثري وتجولت في غواصة. تعلم كما العادة. طلبت منك بالتحديد أن تبعد ذهنك عن أيرون تانك. صعب عليه ذلك حين يلاحقونه باستمرار. هذه شينغ علمتني تقنية كرة قدم قديمة. كم مرة علي أن أخبرك يا شيكس؟ لا يتعلق الأمر بتقنيتك. اجلس الآن. إنك لن تلعب. يا للرعب. المدرب مخيف. أعلم تماما. هيا يا كلاوس، يمكنك فعلها. هيا يا لانكي، ابذل ما في وسمك يا ريس. لا تجعلني أقولها لك ثانية. أعلم لست مستعدا، لكن ما الخيار الذي نملكه؟ نأمل أن يصمد لوقت أطول من زملائه في الفريق. يبدو أن شيكس أكثر دهاء مما اعتقدنا. لا تقلقوا، إنه خائف جدا من مواجهتي. مرت 80 دقيقة وما زالت النتيجة تعادلا. لكن ما زال بداخل سوبر سترايكا بعض الحياة. ها هو تدخل شيكس الأول. أيمكنه أن يشكل الفارق؟ إلى هنا. هل سيقضي عليه أيرون تانك مجدداً؟ لنرى كم تصمد الكوجو في القرن الواحد والعشرين. حركة مذهلة من شيك. هيا يا شيك. من أين يأتي بهذه الحركات؟ تذكر الكوجو وأسطورته. وقت إنهاء المهمة. قمنا بعمل جيد، أليس كذلك؟ أجل، بالفعل. لا أصدق أن هذه الرقاقة الصغيرة تسببت كل هذه المتاعب. حسناً، ما الذي ننتظره؟ لنحطم هذا الشيء. كلا، لدي فكرة أفضل. هذه أسوأ مهمة على الإطلاق. توقفوا عن النحيم، سيكون الأمر ذا قيمة عندما نكتشف تدريب شيكس السري الجديد. فوناي، كم اقتربنا؟ هناك تماماً. عزيزي أوبر، أراهن أنك لم تتوقع حدوث هذا.